فاحمد يحيى قال لك بقى يا سيدي عندك الاتحاد السكندري وعندك دجله، بس هو عايزك تروح دجله. بالفعل كده، هو عشان خاطر الاتحاد السكندري زحمه، المكان بتاعك زحمه. قال لي في الاتحاد في زحمه كتير وفي ناس في مراكزك كتير وكده، فالاحسن روح دجله عشان خاطر ما ينفعش تروح الاتحاد وتلعب، وتروح الاتحاد وما تلعبش هتبقى وحشه دي. فقلت له لا انا حابب اخد التجربه دي. قال لي لا بلاش خليك في دجله وكده. قلت له لا انا لازم اروح الاتحاد والعب عشان خاطر انا لو ما لعبتش يبقى انا هلعب فين كده. هو برده كان قلقان عليك، لا تبص تلاقي العمليه صد برده زي ما صدت معاك في النادي الاهلي، فاحنا ما عندناش حاجه بموضوع الاعاره. ماشي يا كابتن، ما انا لو طلعت اعاره وما لعبتش في النوادي اللي غير الاهلي ما العب في الاهلي. لازم اطلع اخد تجربه واكون ليا منافس. برافو عليك، والاتحاد السكندري فريق كبير طبعا، نادي كبير طبعا. نادي الاتحاد يعني هو اللي ليه فضل عليه بعد ربنا، هو نادي النصر وطبعا نادي الاهلي يعني. بس فكنت انا حابب اخد تجربه. حلو بقى في الاتحاد. طبعا كنت حابب ان انا افضل في الاتحاد تاني لو انا هرجع الاهلي ومش هلعب. كنت حابب افضل في الاتحاد. كنت حابب ان انت كنت مبسوط جدا في الاتحاد. الناس كانت بتعاملني هناك كويس كاداره وكلعيبه، والجماهير هناك كانت بتحبني جدا. فانا كنت حابب ده، كنت حابب. حتى انا كلمت ساعتها كابتن سادة وحفيظ، قلت له يا كابتن يعني انا شرف ليا ان انا ارجع النادي، بس انا كابتن لو هرجع مش هيكون ليا دور زي ما اتعامل معايا في السنه اللي قبلها. خلينا ان انا افضل سنه كمان عشان لحد ما ارجع لكم جامد اجي العب. يعني اجي يبقى ليا دور، مش شرط المشاركه الاساسيه بس يبقى موجود ليا دور. بالظبط كده، لان انا في مع مستر كارترون ما كانش ليا دور خالص، بيبقى مطلعك بره الموضوع خالص. ما كانش ليا دور خالص. ده حتى يوم ما جه مستر لازارتي بقى، نزلت انا واحمد حمدي واحمد ريان واكرم، نزلنا نتمرن مع ناشئين. يا نهار ابيض بقى. نزلنا نتمرن مع ناشئين احنا الاربعه. دي بتاثر نفسيا. هو الراجل اللي طلب كده. طلب ان احنا ننزل. انا عيطت ساعتها واتضايقت قوي. عيطت. فرق معاك نفسيا يعني؟ ان هو ما كانش ينفع ساعتها نفسيا، كنت تعبان جدا. فجاي بقى راح جاي بعدها بيوم كابتن وليد مكلمني، قال لي احنا حابين انك تكون موجود معانا وكده. قلت له طبعا يا كابتن وليد ده شرف ليا ان اكون معاك. كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد صلاح الدين، تمام. فساعتها بقى قمت انا واخد الخطوه ورحت رايح الاتحاد. حتى برضه السنه دي برضه لما انا ما كنتش بلعب وكابتن شوقي كان بيكلمني وكده، كان بيطلب مني ان انا لازم اطلع عشان خاطر اكون موجود في طوكيو. زعلوا منك بقى الناس ان انت ما كملتش في الاتحاد؟ في الاتحاد زعلوا مني بقى. بس انا ما ليش حاجه يعني بايدي. كان النادي الاهلي قال لك روح بقى خلاص طلع الجيش. انا كنت هقعد في النادي وكنت هتقيد في افريقيا. كنت هتقيد؟ كنت هتقيد افريقيا. بس كابتن خطيب اتكلم معايا قال لي انت دلوقتي هتقعد، وانا اتكلمت مع الراجل وقال لي انك هتقيد افريقيا. بس في حته اللعب ما اعرفش، ما اضمنها لكش، ما اعرفش، انا ماليش دخل فيها. فقلت له ماشي يا كابتن خطيب، بس انا كابتن خايف قلقان. قعد معاك كابتن خطيب نفسه؟ كان ساعتها في اجتماع قبل ماتش، كان قبل ماتش سان داونز. كان في اجتماع قبل ماتش سان داونز وكده، عشان طبعا ماتش سان داونز السنه اللي فاتت لما خسرنا طبعا بنتيجه كبيره وكده، فاللعبه كلها كانت مركزه على ماتش سان داونز ده. ايوه. فكابتن خطيب جه بقى واتكلم وقال لازم نعمل حاجه يعني في الماتش ده. بس فانا كنت بتمرن، راح جاي كابتن خطيب بيناديني وكده، فروحت بقى رحت لكابتن خطيب وكده. قال انت لو قعدت هتقيد افريقيا وكده، انت حابب ايه؟ انا قلت له يا كابتن خطيب انا طبعا شرف ان انا اتقيد في افريقيا وكده، بس انا يا كابتن قلقان ان انا ما العبش، ما اكونش ليا وجود في المنتخب الاولمبي. عشان كابتن شوقي قبلها كلمني قال لي انت لو ما لعبتش مش هتكون موجود معايا. فانت برضه بص على هو المنتخب. مش قال لي كده، هو قال كده، قال يعني اللي مش هيلعب مش هيكون موجود معايا في المنتخب. وعيني كان بيعاني برضو كابتن شوقي. كان بيقول لك انا عايز اللعيبه بتاعتي تلعب عشان خاطر اعرف اشوفهم كويس. أيوة، فيبقوا موجودين معايا مع المنتخب يعني. فهو بيشجعكم برضو يعني. بالظبط، بيستحسكم ان انتوا يعني تأدوا افضل حاجه عندكم. احنا نحاول ان احنا نطلع. هو قال لي حاول. هو قال لي حاول، انت كده كده ان شاء الله معانا، بس حاول انت ايه تطلع. فانا برضو يعني كان نفسي طبعا ان انا اطلع برضو عشان خاطر المنتخب، بس انا عشان خاطر نفسي انا عايز العب برضو. انا عاوز العب. بس لغايه بقى لما قلت لكابتن خطيب انا حابب ان انا اخد تجربه ان انا اطلع وكده. فحتى ساعتها كابتن خطيب قال لي عايز تروح فين وكده. فساعتها كان قرار طلع الجيش يعني. طلع الجيش. طيب الدنيا ماشيه ازاي بقى لحد بقى ما توقف الدوري؟ كنت عامل ايه في طلع الجيش؟ الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي؟ احنا بنتمرن كل يوم، بنتمرن كل يوم ما عدا خميس وجمعه في البيت. على برنامج كده بنتمرن فيه، وكل يوم يعني بنتمرن يعني، والدنيا ماشيه الحمد لله. انت محافظ على نفسك واللعيبه كلها محافظه على نفسها، بحيث انه اول لما يتقالها نرجع الدوري تبقوا جاهزين على طول؟ ان شاء الله، بس مش هتكون زي الاول يعني. ما فيش نفس وكده، بس ادينا اهو بنتمرن وكده. ما فيش نفس. اول لما يتقال هتاخدوا فتره اعداد ترجعوا فيها يعني، تشتغلوا فيها. انا عارف انه الملعب بيفرق اكيد كتير عن التمرين في البيت. ده تمرين البيت ده برضو ايه يا دوب بيحافظ لك على شويه بدني. ايوه بالظبط كده يا كابتن، بالظبط كده. لكن انت بقى اهم حاجه الاكل، ظابط الاكل ولا بقضيها مكرونه؟
هو مقدم مكرونه، بحب المكرونه قوي فعلا، بحب المكرونه جدا. قلبي حاسس. طب وايه؟ طب وايه؟ لا انا فعلا بحب المكرونه. حتى مستر اجيري كان على طول بيقول لي انت على طول بتاكل مكرونه مكرونه. اجيري هو وتيتو اللي هو مدرب العام كانوا شايفينك بتاكل مكرونه على طول. لما رحت المنتخب الاول كنت على طول مكرونه مكرونه، كنت كل شويه اقوم اجيب مكرونه اجيب كده. طب وبعدين؟ حتى اللعيبه كانت بتقوم تاخد بعضها وتطلع. الحمد لله انك في مرحله سنيه وطبيعه جسمك يعني بيحرق كتير. ما لا انا باكل ما بتخنش. ما هو الكلام ده احنا ما بنقولوش. احنا بنقول ان احنا نتمرن كويس وناكل كويس بالشكل المناسب، نحافظ على اكلنا، مش مكرونه مكرونه. العماله بص لك يمين شمال، ما بنقولش الكلام ده. لانه انت ماشي تمام، هي طبائع جسم طبعا، يعني طبائع جسم الناس فاهمه ده كويس وعارفه، بس في ناس تانية لو شمت ريحه المكرونه بتزيد. لعيبه تانية لو شمت ريحه المكرونه بتزيد. ايوه يعني. ايوه فعلا صح. طيب انت متابع اصلا نظام الاكل ولا انت ماشي مع نفسك كده في لا ماشي مع نفسي كده على بركه الله على الله كده.